وما أرسلنا من قبلك إلا رجالا نوحي إليهم فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها الإخوة والأخوات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نرحب بكم في مستهل هذا اللقاء الذي يجمعنا بضيفنا الكريم معالي الشيخ الدكتور عبد الله بن محمد المطلق، عضو هيئة كبار العلماء، المستشار في الديوان الملكي. السلام عليكم يا شيخ عبد الله. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، وحياكم الله وحيا الله إخواني المشاهدين وأخواتي المشاهدات، وأسأل الله تعالى أن يجعل لقاءنا مباركا ويعيننا فيه على خدمتهم. نعم، بارك الله فيكم. وأذكركم أيها الإخوة والأخوات بجوال البرنامج 0501785536 للرسائل النصية فقط والواتساب. على بركة الله نبدأ معالي الشيخ عبد الله بما وصلنا من أسئلة في هذه الحلقة، وخير بداية بالقرآن الكريم، لعلكم كما طلب الأخ السائل تفسير قول الله تعالى: لا تمدن عينيك إلى ما متعنا به أزواجا منهم زهرة الحياة الدنيا لنفتنهم فيه ورزق ربك خير وأبقى. بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين وصحابته الغر الميامين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. هذه من الآداب التي وجهت للنبي صلى الله عليه وسلم وهي له ولأمته. الإنسان دائما ينظر إلى ما عند الناس من النعم، ودائما يشغل نفسه بها، و يعطي الدنيا أكبر من حجمها. والله تعالى عبر عن الدنيا بتعابير تدل على أنها زائلة، فقال: زهرة الحياة الدنيا. أنت وجدت زهرة عمرها 20 سنة ولا سنتين ولا حتى شهر؟ ما تبتل. لا، ما تبتل. قال: زينة الحياة الدنيا. صحيح، الزينة ما تبتل. يعني لو في الآن واحد بيعرس ولد ولا بنته وحط على بيته عقود، تجد بعد 3 أيام يقول الناس: ليش ما نزل؟ صح، خلاص قضى العرس. نعم، لو فيه امرأة الآن شاريت لها عقد الماس ولا ذهب ولبسته في حفلة وخلت على 4 أيام، وش يقولون الناس؟ يضحكون عليها. خلاص، هذه زينة الحياة الدنيا. قال الله: متاع. قال الله: متاع. قل متاع الدنيا قليل، والمتاع دائما ما يطول عمره. فهذه تعبير الله تعالى عن الدنيا: لا تمدن عينيك، يعني لا تنظر إلى هؤلاء نظر إعجاب ونظر رغبة إلى ما متعنا به أزواجا منهم، يعني أصناف من الناس، زهرة الحياة الدنيا لنفتنهم فيه، نختبرهم. رب العالمين يختبر الناس بالخير ويختبرهم بالشر. بعض الناس ينجح في الاختبار بالمصائب ويرسب في الاختبار بالنعم، يعني إذا جت نعمة أشرف وخربط وراح للمعاصي، عرف. ولذلك يقولون إن فيه واحد من الإخوان، هذه نكتة، كان من أهل روضة المسجد، مرة من يوم يذن له في روضة المسجد، يوم جاء القمح، زراعة القمح، راح حط رشاشات ولا عاد ايش اسمه حضر المسجد، ما عاد خل الروضة. اي نعم، وبعدين حط ابل في الرشاشات عشان تاكل البقايا. اي البقايا. وبعدين صار يخاف على الابل والعمال، صلي عندها الجمعة. اوه ما شاء الله. أي المهم جاء لزملاء الشيبان اللي فيه: يا فلان خليت انت المسجد وخليت ذا. قال: أقول. قالوا: نعم. قال: ليت إبليس يفلح، يحط له مزع عشان ينشغل عني. الله حكمة ذي يا شيخ. أنا والله العظيم إني ذحين ندمان، تظن يقعد لهم، تظنوا ذحين إني يوم إني والله العظيم إني ودي إني قاعد معكم في المسجد.
يومنا حمامة المسجد. أي نعم والله العظيم أنه ودي، لكن عاد الشكوى على الله. نعم. أنا نشبت. ودائما يا إخواني الدنيا ضرة الآخرة، الدنيا ضرة الآخرة، إذا كثرت أشغالك خلاص خذتك. لكن الإنسان العاقل يجمع. عليه أن يحول أشغاله طاعة. جميل. يجعل عمله طاعة علشان يطول العمر، ما يخسر الآخرة. لا تمدن عينيك إلى ما متعنا به أزواجا منهم زهرة الحياة الدنيا لنفتنهم فيه ورزق ربك خير وأبقى. رزق ربك الطاعة. صحيح. الطاعة هي الرزق، هي الخير أبقى وهي خير. والله تعالى في الآيات الأخرى سماها والباقيات الصالحات خير عند ربك ثوابا وخير مردا، خير عملا. فالباقيات الصالحات الأعمال الصالحة التي يكتسبها المؤمن في دنياه فيسعد بها وفي الآخرة ليرتفع بها عند الله تعالى، هي خير وأبقى من متاع الدنيا الزائل. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول الدنيا ملعونة، ملعون ما فيها. ليس ملعونة بمعنى أن الله لعنه، لا، ملعونة بمعنى مذمومة، مثل ما قال الله والشجرة الملعونة في القرآن. ما في الشجرة ملعونة، في الشجرة مذمومة. إن شجرة الزقوم طعام الأثيم كالمهل يغلي في البطون. الآية الثانية طلعها كأنه رؤوس الشياطين. فالملعون هنا الدنيا ملعونة يعني مذمومة، دنيا مذمومة. ولذلك يعني إذا قورنت الدنيا بالآخرة فأنت تقارن بين ذهب يبقى بخزف بلاستيك يفنى. المقارنة صعبة جدا. نعم شيخ عبد الله، يعني هذا اللي مثلا كان في روضة المسجد وطلع وبحث عن رزقه وتأثر كثيرا، لكن ما هو مفهوم الاعتدال وخاصة في الطاعات؟ هو الاعتدال يا أخي، شف جيل الصحابة أشرف الأجيال، كان من العشرة المبشرين في الجنة ستة أو سبعة تجار، يعني ما انقطعوا للمساجد. كان أبو بكر تاجر حتى ويوم تولى الخلافة. نعم. قال لهم عطوني نفقتي ولا خلوني أشد على العيان. وعثمان من كبار التجار، عبد الرحمن بن عوف من كبار التجار، الزبير بن العوام من كبار التجار. يوم يموت عنده 50 مليار أظن شركته. طلحة بن عبيد الله تاجر من كبار التجار. سعد بن أبي وقاص يوم جاي يموت قال يا رسول الله عندي مال كثير وليس لي إلا ابنه، عاد مد الله في عمره وطابه، عندي مال كثير معناه أنه تاجر. سعيد بن زيد مثل ذلك. صحيح. فكان العشرة المبشرين في الجنة أغلبهم تجار، ما شاء الله، يشتغلون يجعل الله لهم بين الدنيا والآخرة. ولذلك الله تعالى ذكر الجهاد والتجارة في آخر سورة المزمل، فقال وآخرون يضربون في الأرض يبتغون من فضل الله وآخرون يقاتلون في سبيل الله. نعم نعم، بارك الله فيكم وأثابكم الله. هذه من الأسئلة أيضا حفظكم الله. هذا السائل يقول ما معنى حديث لا يؤمن أحدكم حتى يكون هواه تبعا لما جئت به؟ هذا الحديث حديث عظيم، وهو من الأحاديث الأربعين الجامعة التي فيها جوامع كلم. ومعنى لا يؤمن يعني لا يكمل إيمانه حتى يكون محبته وعزته ورؤيته للشرف ورؤيته للسعادة تابعة لما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم. يعني أي شيء يقول النبي إنه مأمور به تجد أنه يحبه ويشتاق إليه ويعلم أنه طريق السعادة. لكن إذا كان هواه تبعا للشيطان وغير ذلك، ولهذا قال الله تعالى فإن لم يستجيبوا لك فاعلم أنما يتبعون أهواءهم ومن أضل ممن اتبع هواه بغير هدى من الله. وقال الله تعالى أفرأيت من اتخذ إلهه هواه، يعني يمشي على مزاجه، أفأنت تكون عليه وكيلا. وقال في الآية الأخرى أفرأيت من اتخذ إلهه هواه
وأظله الله على علم وختب على سمعه وقلبه وجعل على بصره غشاوة فمن يهديه من بعد الله. فالمؤمن لا يكمل إيمانه حتى يحب الشريعة ويحب ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم ويحب الله ورسوله، مثل ما قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح: لا من ثلاث من كن فيه وجد بهن حلاوة الإيمان. حلاوة الإيمان أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهم، فيكون هو حينئذ تبعا لأمر الله ولأمر رسوله صلى الله عليه وسلم، يحب ما يحبه الله ويبغض في ما ويبغض ما يبغضه الله ويزهد فيما يزهد الله فيه. نعم نعم، بارك الله فيكم وأثابكم الله. هذا من الأسئلة أيضا وردت، يقول: أنا من أهل جدة وقد أخذت عمرة في شوال، يعني في هذا الشهر، في هذا، ورجعت إلى جدة وسأخذ عمرة في ذي القعدة وأرغب في حج التمتع، فهل يجوز لي الحج متمتعا؟ هو الإنسان إذا حج ورجع إلى بيته انقطع تمتع حتى لو كان من أهل الرياض، يعني بعض أهل الرياض الآن يشتغلون في حملات الحج، فتجده يكون هناك في ماخذ عمرة مثلا في ذي الحجة، ماخذ عمرة مثلا في واحد ذي الحجة، ويجلس مثلا واحد واثنين ثلاثة وأربعة ويرتب مخيمه وكذا ويرجع، ويجي جدة علشان يرجع مع الحجاج، صحيح، ايه، يأخذ لهم طيارة ويرجع بهم جميع، فهو ماخذ عمرة في واحد ذي الحجة مثلا، ويسأل يقول حج تمتع، يا أخي أنت رجعت. الإنسان إذا رجع إلى بيته انقطع تمتعه. فأهل الطائف وأهل بحرة وأهل جدة هؤلاء يرجعون بعد عمرة، هذه رقم واحد. رقم اثنين أنهم الآن دون مسافة القصر، الآن الطائف وجدة دون مسافة القصر، أصبحت المسافة بين الطائف وجدة وبين الطائف ومكة وبين جدة ومكة أقل من 60، أقل من 60 يعني من 50 وفيها، فحينئذ ليسوا مسافة قصر، ولذلك أيضا أصبحنا ما نوجب عليهم طواف الوداع. لماذا؟ لأنهم الآن قريب من مكة، أصبح نصف ساعة إلى 40 دقيقة من جدة إلى مكة، الناس الآن يعني يتقهون في بيتهم بعد العصر ويرتاحون، يلبسون إحراماتهم ويجون بالسيارة ويمديهم يدخلون مكة ويصلون المغرب في الحرم، مع أنهم صلوا في جدة العصر وتقهوا وتغدوا وجلسوا. نعم نعم، بارك الله فيكم. أيضا في هذا السياق هذا يسأل ويقول: هل يصح لي الحج وعلي ديون كثيرة للبنك الزراعي والعقاري والبنوك التجارية؟ هو أولا الأحوال تختلف، في بعض الناس الآن بيحج بدون كلفة، أما يحج مثلا مع ولده في وزارة الدفاع ولا في الحرس ولا في غيره من هالجهات اللي تحجج الأسر، هذا مو بخسران شيء، حتى لو عليه دين الديان يصيح يقول عطني عطني أصلا لا يخسر شيء، صحيح. فهذا نقول حج حج الفرض ولا عليك من الديان، لأنك لا تنفق في الحج شيئا. الثاني الذي يحج بالإنفاق بالنفقة، بيحج مثلا عنده خمس بنات وأمهن بيحججهن، بيدفع مثلا 60,000 ريال لحملة الحج، والديان الآن جالس يقول عطني، الله لا يبي حنك، عطني عطني حقي، هذا لا يحج، يعطي الديان. الديان أولى، الديان أولى، حقوق نعم. العباد مقدمة على حقوق الله، هذا رقم اثنين. رقم ثلاثة، أخونا هذا اللي عنده دين من البنك الزراعي ودين من البنك العقاري ودين من البنوك الأخرى، هذه في الغالب مقسطة على الراتب، سددهم من الراتب وحج، ما تأثر، صح؟ أي نعم، ديون البنوك الأخرى وبنك العقاري الآن مسددة على مقسطة على الراتب، وأنا أظن أيضا البنك الزراعي أصبح يقسط على الراتب، فحينئذ
يعني ينبغي لنا أن نعرف نقول له مثل هذا يا أخي سدد وحج، وأنت الآن مرتبط بالراتب، ربط الراتب ما لا يضرك. نعم نعم بارك الله فيكم. طيب هذا يقول حكم، أو هي تسأل تقول حكم الإحرام في عباية الكتف. أي هو عباية الكتف مثل عباية الرأس، إذا كانت ساترة فإنه يجوز الإحرام فيها، أما إذا لم تكن ساترة بمعنى أنها ضيقة توصل المرأة، أو أن فيها يعني تبرج مثل اللي يضعون في بعض العبايات زركشة أو تبرج تصبح تلفت نظر الرجال وتفتن الرجال فلا يجوز، أما إذا كانت ساترة وطبيعية مثل عبايات النساء الأخرى فإنه حينئذ يجوز الإحرام فيها ويجوز الإحرام في عباية الرأس. نعم قلت قبل شوي يا شيخ انه حج الفريضة، طيب نعم اذا كان المديون مثلا حج نافلة؟ إذا كان المديون حج نافلة وعنده فلوس ويحطها في النافلة ما يجوز، إذا كنا نقول الفريضة ما يحط الفلوس فيها يسدد بها، صحيح. فكيف في النافلة؟ لكن إذا كان بيحج بدون نفق مثل ما قلنا يحج مع ولده مع نفسه، يعني هو منسوب الحرس مثلا أو منسوب الجيش أو غيره وبيجي معهم ويحج ما هم خاسر شيء يحج. نعم جزاك الله خير يا شيخ عبد الله. السائلة تقول إذا توفي الزوج هل الزوجة تدخل في العدة بعد وفاته أم دفنه؟ ما العلاقة دفنه، هي تدخل في العدة بالوفاة. ومن الغرائب يعني الآن أن بعض الحريم، هذه أسئلة سئلنا عنها، زوجها جلس في التشريح مدة، والله عاد إني ما أدري 20 يوم شهر أظن، يعني موت فيه ملابسات، فجلس في التشريح، فهي راحت واعتبرت الإحداد من يوم الدفن وزادت على عدتها مدة طويلة، هذا ما يجوز، هي تعتد منذ أن توفي. هذه حالة. الحالة الثانية في شخص يعني هنا وزوجته هنا وهو في الخارج، جاءها الخبر بأنه توفي بعد انتهاء العدة، قالوا لها أنه ميت من العام وتأكدت، في تبي تجلس تحاد ما عاد في حالة، خلاص خلاص انتهى صح، انتهت العدة وانتهى الإحداد، 4 أشهر وعشرة، 4 أشهر من الوفاة وعشر، 4 أشهر و10 من الوفاة وليس من الدفن ولا من الخبر. نعم حتى التعزية يا شيخ يعني التعزية أيضا تبدأ بالوفاة، لكن الناس اعتادوا الآن أن التعزية تكون بعد الجلوس للتعزية، لا أبدا، نحن نقول الآن للناس عزوا في المسجد وارتاحوا، يعني أنتوا الآن تروح تصلي في مسجد الراجحي مثلا وترجى أهل الميت حاضرين، يا أخي خلاص عزهم وخلاص. الآن بعض الناس الآن يقول التعزية في المقبرة، لأن يا أخي أغلب الناس الآن عندهم شقق يصعب عليهم استقبال الناس فيه. صح، فتكون التعزية في المقبرة أو في المسجد أو في التلفون. أي نعم، أو بالتلفون. نعم جزاك الله خير. هذه تقول إحدى الأخوات تعبت نفسيا، تقول أنا زوجي مقصر في الصلاة والصيام في رمضان وفي غيره، وكثيرا ما يحلف علي بالطلاق وهذا أزعجني، فما هو الحل في ذلك؟ هو إذا كانت هذه المرأة عندها دخل يكفيها تهدده بالطلاق، تقول له خلاص أنا أنت أما صل ولا، لأن يا إخواني ترك الصلاة كفر، ترك الصلاة كفر، لا يجوز للمرأة إذا أغناها الله أن تجلس مع رجل لا يصلي، لكن إذا كانت مضطرة وعندها عيال وحينئذ تجلس، وش تسوي؟ امرأة فرعون جلست عنده وقالت رب ابن لي عندك بيتا في الجنة ونجني من فرعون وعمله ونجني من القوم الظالمين. ونساء في مكة مع رجال كفار جلسوا، والله تعالى يقول في سورة الفتح ولولا رجال مؤمنون ونساء مؤمنات لم تعلموهم أن تطأوهم فتصيبكم منهم معرة بغير علم لو تزيلوا لعذبنا الذين كفروا منهم عذابا أليما. فمثل هذه الظروف تجبرها، وأما من أغناها الله فإنها تهدده.
ونحن نقول لا تختارين الفراق ابتداء، هددي، استعيني عليه بأهله أولا ثم بأهلك ثانيا. بوسي نادي يقول يا ولدي ترى إن والله منا يعني ما قربناك أمس وإن بنطرك اليوم، بس يا ولدي بقائك مرسل لي ما هو بلا مصلح لك ولا مصلحتنا، ولأن مخلين بنتنا عندك صحيح. أما صل ولا ترى مش نسوي ساكن بمعروف سنضطر إلى طلب الفراق. نعم نعم بارك الله فيكم. لكن بارك الله فيكم كثرة الحلف بالطلاق، توجيهكم الشيخ. الحلف بالطلاق حرام جميل. ولا يجوز. النبي صلى الله عليه وسلم يقول من كان حالفا فليحلف بالله أو ليصمت. والآن المشكلة أنهم يضعون الحلف بالطلاق أعظم من الحلف بالله. بعض الناس الآن لجي يعزم لها حد قال والله أنت عشون عندي ولا متغدوا عندي، قالوا لا أنا قال له أنا صادق كان يحلف بالطلاق. اي أعوذ بالله. يعني هؤلاء يتجاسرون على تعظيم أمر الطلاق على الحلف بالله. هل هناك أعظم من الله؟ نسأل الله العافية والسلامة. فالحلف بالطلاق لا يجوز وهو من تعدي حدود الله. والله تعالى يقول في سورة الطلاق يا أيها النبي إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن وأحصوا العدة واتقوا الله ربكم لا تخرجوهن من بيوتهن ولا يخرجن إلا أن يأتين بفاحشة مبينة وتلك حدود الله. وتلك حدود الله ومن يتعد حدود الله فقد ظلم نفسه. فلا يجوز للإنسان يا إخواني أن يتعدى حدود الله وأن يحلف بالطلاق والحرام وغير ذلك. نعم نعم. هذه إحدى الأخوات رمزت لاسمها بفاء وباء تقول والدتي أعطتني زكاة مال بمبلغ 1000 ريال ولم أعطيها لمستحقيها لانشغالي، ثم ذهبت الطائف في فترة العيد ثم رجعت صباح الاثنين من شهر شوال ولم أجد الظرف والمبلغ، يعني فقد، هل أتحمل ذلك؟ هي تتحمل لأنها مفرطة، المفروض أنها وزعتها ابتداء، أما أنها تدخر عندها حينئذ مفرطة، عليها حينئذ أن تغرم 1000 للفقراء. أما لو كان أخذته وأخذ منها في الوقت اللي ما فيه تفريط هي حينئذ لا تغرم. هذا في هذا السياق أيضا بارك الله فيكم يسأل عن الزكاة، يقول أعطاني أحد التجار مبلغ من المال لدفعه للمستحقين وأنا بحاجة ماسة لذلك، فأخذت منه بعض المبلغ ووزعت الباقي، ما صحة ذلك؟ وإن كان أخذ مثل فقير من أوسط الفقراء، لنفرض مثلا أن نحن نعطيه 50,000 وهو يوزعها على 100 شخص، يعطي كل شخص 500 ريال. نعم. إذا أخذ هو 500 ريال مثل غيره ممكن لا بأس يمكن، أما إذا طول عمرك 100,000 ذي بيأخذ 20,000 له ويوزع 80,000 لا ما يصير هذا. لابد أن تستأذن صاحب المال، أول شيء أن تكون محتاج، ثانيا أن تستأذن صاحب المال، المال أمنك عليه صاحبه. نعم نعم بارك الله فيكم وأثابكم الله. أبو عمر يقول الولد إذا كان شقيا وعاصيا لبعض أوامر والده كيف نتعامل معه علما أنه يصل إلى 16 عاما؟ الولد في فترة المراهقة يحتاج إلى صبر، وكثير من المراهقين يعني إذا قسوت عليه يرمي نفسه بأيدي قرناء السوء أهل المخدرات، وهؤلاء من أنجس الناس، يستغلونه في ترويج المخدرات ويوفرون له المال ويعطونه. والشباب في الغالب اللي في سنه عندهم جرأة ولا يخافون، ينفذون العمليات التي توكل لهم من أهل المخدرات. ولهذا أنا أحذر الآباء أن لا يتسببوا في هروب أبنائهم لهؤلاء المؤذين الظلمة الذين يمسحون عقول الشباب ويحرفونهم 180 درجة بدل أن يكون ابنك فاسد 30 درجة إلى 40،
تجده يذهب إلى هؤلاء ثم يحرفونه 180 درجة، يعني يصبح فاسد مفسد، مو بس فاسد، فاسد ومفسد، وما تدري حتى إذا قيل لك تعال ابنك مقبوض عليه مروج مخدرات لا مشكلة، خيانة لله ولرسوله وللوطن وللأسرة، ويصبح عوبال عليك وعلى والدته وإخوانه. نعم، بارك الله فيكم. يقول إذا ذهبت إلى مكة المكرمة لأداء العمرة لمدة 3 أيام تقريبا، هل لي القصر والجمع وأنا بجوار الحرم المكي الشريف؟ وإذا صليت وحدك تقصر، لكن الذي يذهب إلى مكة هل يصلي في غير الحرم؟ ولذلك المسلمون في زمن النبي صلى الله عليه وسلم الذين يدخلون المدينة ما يعرف عنهم أنهم يقصرون في المسجد النبوي أبدا، كانوا يصلون مع النبي صلى الله عليه وسلم ويتمون. أنت الآن يا أخي وين ما جلست في الفنادق المجاورة للحرم فأنت في مسجد، الفندق في مسجد يصلي مع الحرم في الغالب، فأنت يا أخي لا تضيع الجماعة، لا تضيع الجماعة. بعض الآن البنات يتصلن علينا، وتعرفون النساء يعني يخفف الجماعة عليهم هم مثل الرجال، تقول لنا في مكة وأننا نرقد ما نقوم إلا بعد العصر بساعة ساعتين، نجمع الظهر والعصر، تجدها سهرانة طول الليل ولا تنوم لين تفطر الساعة 9، ثم تسحبها نوم وهي لين الساعة تقريبا 5-5:30. وهذا كله يا إخواني من عدم التدبير، يعني أنت رايح على المكة ترقدين، الرجل يروح المكة يقرأ قرآن ويطوف ويتعبد نعم. طيب يا شيخ بارك الله، الصلاة في الغرفة في الفندق بس للنساء أو للرجال؟ الصلاة في غرفة المسجد أفضل، لأن نعم. المرأة صلاتها في بيتها أفضل من الصلاة في المسجد. لكن الرجل الصلاة في المسجد أفضل، فإذا كانت الغرفة تطل على المسجد وفيه زحام فالغرفة الصلاة في الغرفة كأنها صلاة في المسجد، خصوصا للنساء لأنها تتابع الإمام. نعم. أما إذا كان ما في زحام تجلس الواحدة تصلي، التلفزيون جنبها والكيك جنبها والحلويات والدنيا، وتصلي مع إمام الحرم، ما ترى ما بدأ مسجد. نعم. طيب الرجل هل له في غرفته في الفندق أن يصلي منفردا في الزحام الشديد إذا لو وجد في الحجة ممكن، أما في غيره في غير الزحام الشديد مرة نفس الفندق في مسجد، الفنادق الآن واضعين لها مساجد يجمع المصلين فيها صح. فتصلي معهم. نعم. هل لصلاة العصر والمغرب والعشاء صلاة قبلية؟ العصر لا، والمغرب لا، ليست لها مراتبة، لكن فيه نوافل مطلقة. كان الصحابة إذا أذن المغرب يبتدرون الصلاة مستوالي، يصلون ركعتين ركعتين. والعصر النبي صلى الله عليه وسلم قال صلوا قبل العصر 4، أمر في حديث علي وغيره أن يصلى قبل العصر 4 ركعات تسليمتين، وكذلك أيضا العشاء قبلية. لكن الرواتب العصر ليس له راتبة، والمغرب له راتبة بعدية ركعتان، والعشاء له راتبة بعدية ركعتان، والظهر له راتبة قبلية وبعدية، فالقبلية ركعتان والبعدية ركعتان. وأيضا ورد في بعض الأحاديث الفضل أن يصلى بعده 4 يكون سببا في تحريم النار، وفي قبل الظهر 4 ركعات، منهم من جعل 4 كلها من الرواتب، ومنهم من جعل الراتبة ركعتان فقط. نعم. أحسن الله إليكم. شيخنا عبد الله المطلق هذا يسأل، يقول شيخنا عبد الله المطلق في 5 من رمضان رحت للمطبخ وشربت ماء وأنا ناسي، وأنا جالس أشرب تذكرت أني صائم وكملت الشرب، فهل أنا صائم أم مفطر؟ إذا ذكر ثم كمل أفطر خلاص فهمت ولا لا؟ أما إذا ذكر فانتهى يعني قطع الشرب خلاص، فإنه حينئذ يكون عمل عملا يتسامح فيه،
من أكل أو شرب ناسيا فليتم صومه، هذا حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، فإنما أطعمه الله وسقاه. فهمت؟ نعم. هذا أطعمه الله وسقاه، ليه؟ لأنه ناسيا. لكن بعد ما ذكر وقف، وقف، لكن هذا بعد ما ذكر وش سوى؟ جلس وشرب، كمل، استمر. التكميم هذا هو الذي يبطل الصيام، على حينئذ أن يستغفر كثيرا وأن يقضي هذا اليوم. نعم، جزاك الله خير. أيضا من الأسئلة، هذا السائل يقول: أمي نذرت نذرا أنها ما تدخل بيت عمي بعد خلاف مع زوجته، وبعدها تصالحوا وقاموا بعزيمة في بيتهم، ووالدي غضب على أمي ويقول لها ألفاظ سيئة لأنها رفضت الذهاب، فما الحكم؟ وهل عليها ذنب أو كفارة؟ أفيدونا. أي على الناس، إذا حلف الإنسان على معصية لا يجوز له أن يستمر فيها. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: لأن يلج أحدكم في يمينه آثم له عند الله من أن يكفر ويأتي الذي حلف عليه. وقال صلى الله عليه وسلم: إني لا أحلف على يميني فأرى غيرها خيرا منها فآتي الذي هو خير وأكفر عن يميني، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. فأمك حينئذ مخطئة، وعليها أن تذهب إلى عمك وتعيد الأمور إلى مجاريها، والصلح خير، والقطيعة ذنب عظيم، القطيعة ذنب عظيم فيه لعنة. فهل عسيتم إن توليتم أن تفسدوا في الأرض وتقطعوا أرحامكم؟ وربما أن مستقومه بأرحام اللي لهم أرحام لعيالها. صحيح. أنتوا الآن وأرحام لكم، وهي الآن خلت معكم، ولذلك يجب أن تعود وأن تكفر عن يمينها وأن تعيد الأمور إلى مجاريها. نعم. أحسن الله إليكم. هذا السائل يقول: هل يجوز تأجيل زكاة الذهب حتى بعد العيد، يقصد عيد الأضحى، علما بأنه ليس لدي إمكانية في دفعها قبل العيد؟ ما دام أنه ليس لديك إمكانية يجوز، لكني أنا أقول للنساء اللي في الذهب: قسطوها طول السنة، يعني السنة ذي ظهر 100، الشهر ذا والشهر اللي بيجي 200، 300، لين تنتهي، يعني تنتهي. ولو أنك تقدمينها أفضل، يعني مثلا رمضان القادم تعرفين ذهبت مثلا زكاتها 1000 ريال، قيمتها مثلا 40,000، زكاتها 1000 ريال، ففي شوال طلعتي مثلا 100، في ذي الحجة طلعتي 300، في صفر طلعتي 100، تجمعين إذا جاء رمضان باقي 200 طلعيها وخلاص، تنتهي، ينتهي العام وتنتهي الزكاة. نعم، بارك الله فيكم. هذا أحد الأخوة يسأل ويقول: يعني عندي بعض الوساوس وأعاني منها كثيرا في صلاتي، مما يجعلني أعيد بعض الحركات وبعض القراءات، والسؤال يقول أيضا: ما حكم قراءة الفاتحة دون الالتزام بحركة الشدة بحيث أنه لا يتغير المعنى؟ الموسوس يقرأ ما تيسر له، لأن الشيطان سيبلش في السدات وفي النطق، الحمد والحمد والحمد، مسكين يتعب الشيطان. صحيح. أنا أقول للموسوس: إيش اقرأ وامش. ولذلك عندنا عامي يوم من الأيام، وكنت أقول للموسوس: لا ترجع، لا تعيد. العامي هذا قال له: شف، شل الريوس، اقطع عشان ما يرجع. وش معنى شل الريوس؟ قال: لا يرجع، لا تسمع، خلاص سيارتك لا تحط فيها ريوس، قدامه بس. سلام. اي نعم. فالموسوس إذا رجع استغله الشيطان. ولذلك نقول للموسوس: أبدا، انطلق، انطلق، ويقبل الله منك وأنت في جهاد. والله تعالى يقول: ومن جاهد فإنما يجاهد لنفسه، ومن جاهد فإنما يجاهد لنفسه. جاهد يا أخي الشيطان ولا تثق به. نعم. أحسن الله إليكم. هذا محمد الزهراني من الباحة يقول: والدي كبير في السن، بلغ أكثر من 90 عاما ما شاء الله، نسأل الله له حسن الخاتمة، لا يركز في الصلاة وغير قادر على الصيام حتى نهاية اليوم، ما هو الحل؟ هل يتم الكفارة عنه؟ جزاكم الله كل خير. ما دام والدك الآن ما يضبط الصلاة، يعني إذا بدأها ما ينهيها، والصوم إذا بدأه ما ينهي، لا يجب عليه شيء. لكن إن كنتم
تحبون أن تطعموا عنه طيب، أما الوجوب وجوب الإطعام فلا بد فيه من شرطين. الشرط الأول أن يكون العقل موجود وأن يكون غير قادر على الصيام، لكن الذي يظهر لي أن والدك قد بدأ فيه الخرف وأصبح لا يركز ولا يتقن الصلاة من بدايتها إلى نهايتها ولا يتقن الصوم من بدايته إلى نهايته، ولذلك حينئذ ليس عليه لا صيام ولا إطعام. نعم، يسأل بارك الله فيكم، يقول: من أراد العمرة وذهب لمكة المكرمة وجلس فيها أكثر من يوم ثم نوى العمرة، فمن أين يحرم حيث أنه ناوي العمرة قبل لكن ما أحرم، دخلها بدون إحرام؟ إذا كان ذهب للعمرة ناوي، نعم، فإنه يجب عليه أن يعود ليحرم من الميقات أو يلزمه دم، لأنه ترك واجبا من واجبات العمرة وهو الإحرام من الميقات. أما إذا كان هذا الرجل ذهب للزواج ومثلا أو زيارة مريض وقال: إذا ذهبت وزرت وجلست هناك أبعتمر بعد ما أخلص عملي في مكة، أو ذهب لعمل عسكري أو مدني، فحينئذ يكون حكمه حكم أهل مكة ويحرم من حيث يحرمون. نعم، نعم، بارك الله فيكم. لعلنا نختم هذه الحلقة بما بعث به الأخ أبو ثامر من الخرج، يقول: كيف نقضي أوقات الفراغ في العطلة الصيفية لأبنائنا وكيف ندلهم على الخير فيها؟ عندنا مشاريع للبيت ومشاريع للمجتمع، يعني ينبغي للإنسان في هذه الإجازة أن يضع لأولاده مشاريع في البيت، يشجعهم على حفظ، على كتابة، على قراءة كتاب ويناقشهم فيه، على يضع لهم مثلا 20-50 سؤال ويقول لهم أجيبوا عليها. صح. فهذا كله من استغلال للفرصة، وهذا عمل وجهد يضعه الإنسان في بيته. الأمر الثاني العمل الذي يوضع في المجتمع. عندنا الآن مراكز صيفية افتتحتها يعني جامعة الإمام مثلا ووزارة التعليم وغيرها من المراكز الخدمية العلمية، ينبغي للإنسان أن يستفيد منها. كذلك عند الناس الآن حلقات التحفيظ والدورات التي تكون في الإجازة في الحرمين وفي المساجد الكبيرة في المدن، تجد فيه الآن دورات علمية، مشايخ فضلاء يذهبون مدة أسبوع في محل معين يلقون فيه دورة في كتب معينة، ينبغي للناس أن يستفيدوا منها. كذلك أنا أيضا أقول لو أن الإنسان ينظم في بيته هو وعياله دورات مع القنوات العلمية مثل قناة المجد العلمية، ودورات مع قنوات اليوتيوب للمشايخ، ويركز أيضا على الدروس التي تأتي مثلا في إذاعة القرآن الكريم وفي التلفزيون السعودي وفي غيره، في دروس هناك نافعة سواء كانت فقهية أو حديثية أو تفسير أو كانت طبية. جميل. أو على معالم مثلا المملكة وتاريخ المملكة والأشياء التي أو اقتصادية تنفع الإنسان، يعني مو ملزوم بس يخلي الواحد عياله فقط على الأمور الدينية، لا، يعني عندنا الآن برامج اقتصادية ضروري عيالك يطلعون عليها. لو أنك تحضر أنت وياهم في بعض البرامج اللي موجودة الآن في التلفزيون مثلا السعودية وغيره وتناقشون وتضعون أسئلة على خبرات يا أخي. صحيح. خبرات. كذلك البرامج الطبية، البرامج الاجتماعية، برامج الأخلاق، يعني مثل هذا البرنامج اللي يجيبه أخونا بن شرهان الراوي. أي نعم، الراوي في بيت الراوي. نعم، هذا يا أخي في حكم. صحيح، في حكم عظيمة ينبغي للشباب
انهم يعرفونها وانهم يسجلونها. لو كان الانسان يجلس ويا عياله واذا عجبه البيت قال يلا هذا ترانا بنسجل، لان مسجله هو حافظ التسجيل، قال هذا احفظوه تراني بسالكم عنه بعدين. ممتاز. ترى يا اخواني الشعر ديوان العرب، الشعر سجل الاخلاق، الشعر باب من ابواب المروءه. ولذلك ينبغي لنا ان نحث ايضا عيالنا على ان يفهموا تاريخهم وان يستفيدوا من اخلاق العرب، موروثات العرب، موروثات المسلمين، هذه الاشياء العظيمه التي يرويها لنا هؤلاء الرواة ينبغي لا أن ما تروح أدراج الرياح. ترى يا إخواني فيه أبيات شعرية عدلت الموازين. صحيح. يقول جسمها معاوية بن أبي سفيان كدت أن أنزل في صفين فذكرت قول ابن الأطنابة أقول لها وقد جشعت وجاشت مكانك تحمدي أو تستريحي. قال هذا البيت أثر علي في صبر وثبت. ترى في أبيات يا إخواني هي تحمل معاني. نعم، في واحد من الإخوان يقول أردت أن مرة من المرات أني أقاطع أهلي وأتركهم وأروح، قال فتذكرت بيت السموأل إذا أنت لم تحمل على النفس ضيمها فليس إلى حسن الثناء سبيل. صحيح. قال فلما تذكرت قلت لا لا نصبر نقعد تحمل نتحمل. أي نعم ونتحمل. وإذا المرء لم يدنس من اللوم عرضه فكل رداء يرتديه جميل. صحيح. هذه أبيات إخواني وأشعار تعدل النفس وتخلي تشجعهم، مثل أبيات الإمام تركي بن عبد الله جعل في الجنة اللي يعني ينبغي نحفظها عيالنا. من غاص غبات البحر جاب درة يحمد مغابيش السرى كل ساري. انت بي تاخذ امتياز وتلعب تحمل لازم تتابع الاستاذ وتربط رجلك وتتقن عملك علشان اذا جت النتيجه ناجح ناجح بتقدير ممتاز. كل الجامعات يقول مرحبا مرحبا. نعم. واذا نجحت بتقدير واطي ما حد لمك. بعض الطلاب يجيني الله يكرمهم بالخير. سألته قلت وش تقديرك؟ قال جيد مرتفع. قلت تراب بعينك جيد فيها مرتفع. سلي نفسك. الذي أخذ ممتاز مع درجة الشرف الأولى وأنت تقول جيد مرتفع، وش عذر؟ يعزي نفسه. والله يا أخي أنا أشوف الآن عندنا شوف المدرسة الآن الثانوية مثلا فيها طالب مصري وأردني وفلسطيني مثلا ويمني وسعودي، تجد مثلا الأربعة اللي في بيوت جادة يأخذون ممتاز، بعضهم يأخذ درجة. تجي بعض عيالنا، بعض عيالنا جيد ويأخذ ما ممتاز، لكن يجي في بعض عيالنا ذا يكسر اللي ما بلى همته يفحط ويروح ويجي هنا جاء المدرس معقد، المدرس ما جسمه ما يحب أن ننجح. المدرس لا والله أنت اللي ما أنت اللي ما درست. نعم مهمل والله لون هذيش. ليش هالفلسطيني أو المصري جزاهم الله خير ماخذين 100% وانت 70 99 وانت ماخذين 70؟ ليش؟ مهمل مفحط. السعودي المدرس والله وده انك الأول، يتمنى صح أخوك السعودي انك الأول بس انت ما سعت. صح. نعم. جزاك الله خير يا شيخ عبد الله وبارك الله فيك وأثابك الله. وأنا أقول أيضا أنتم جزاكم الله خير وبارك الله فيكم ونفع بكم، وأشكركم وأشكر إخواننا القائمين على هذا البرنامج، وأشكر إخواننا المشاهدين وأخواتنا المشاهدات. واستودع الله دينكم وأمانتكم وخواتيم أعمالكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. شكرا لضيفنا الكريم معالي الشيخ الدكتور عبد الله بن محمد المطلق، عضو هيئة كبار العلماء، المستشار في الديوان الملكي، الذي أجاب عن أسئلتكم وأسئلة البرنامج. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا جميعا بما سمعنا. نلقاكم بإذن الله تعالى في لقاء مقبل، وهذه تحية من الزملاء كافة ومن المخرج سلطان العتيبي، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون.